دخلنا لمؤسسة الهلال ومعكم مشاهدينا طبعا حوار جانبي مع أجمل ضيوف، هم اثنين وردتين اثنين، خلوني أقول إذا كان في عالم الصحافة وفي مجال الرياضة، بين هلالابي ومريخابي، بين مريخابي وهلالابي. معنا الآن داخل الأستوديو مريخابي هو أستاذ إسماعيل حسن، مشهور بابتسامته وبكتاباته الساخرة أيضا، وأستاذ محيب الدين تيتاوي، ذلكم الاسم في مجال الصحافة السودانية، بن غسيم بتاع مشاكل يقولون، والحكي والعهد على الراوي، حنصلوا بعد قليل من خلال حوارنا الليلة في برنامج في حضرة المساء. أكيد إحنا سعداء جدا، وأنا يعني لي الشرف إنه اليوم أكون في حضرتكم. مرحبا بك أستاذ إسماعيل، وكذلك يمتد الترحاب بأستاذ محي الدين تيتاوي. طبعا هو له أكثر من سنتين هو يعني في السرير الأبيض بسبب يعني جلطة في الرجل، لكن لما جاءت الدعوة من قناة الهلال يعني نسي كل الأمراض، وهو حاليا موجود معنا داخل الأستوديو. إحنا سعيدين جدا بأستاذك بأستاذنا إنك أنت موجود معنا، وأول حاجة نقول لك الحمد لله على سلامتك، وأكيد منورنا في الأستوديو. الله يسلمكم، نوركم هو اللي جابنا. يا سلام، مرحبا. إحنا بنحتفل بيك والله أستاذ إسماعيل، يمكن أستاذ إسماعيل وأستاذ محي الدين، لكن احتفالية خاصة بك أنت. ما أستاذ إسماعيل ده ما شاء الله متعود إنه البيت بيت وبيجينا طوالي على طول، نحن طوالي ما شفناك. نعم. فترة رجعت أنا كنت راقد. مو سنتين. ألف حمد لله على السلامة. وطمنا على حالك وعلى صحتك، وطمن المشاهدين على أخبارك. والله. وصحتك كمان إن شاء الله بخير. أنا ما عندي أخبار. صحتك أنت، طمنا على صحتك. علي في الجامعة قال لي يا أخي أنت ما قاعد تجي المحاضرات، رفضوني. بقيت عليه اثنين. نعم. بقيت عليه اثنين يعني. هسه عايز عندي محاولات عشان ارجع ادرس. جميل. لانه انا ما جاتني جلطه في المخ، جاتني جلطه في الرجل بسيطه. نعم. الحمد لله. استطيع ان ادرس واكتب والف واي حاجه. صحيح. الحمد لله. مرحبا بك. نحن طبعا رجعنا مع أستاذ إسماعيل على ذكريات جميلة جدا، وانتوا في الصحافة. الصحافة الحي بديتوا مع بعض كرة القدم، يعني هو قال لنا والله كان لعاب جدا لكن بتاع مشاكل في الملعب. نعم. انت بعد ما انت لعاب في الملعب اكتر واحد بشاكل انت. نعم. صحيح. طيب. نعم. بتجيب المشاكل؟ لا مش بجيبها، بتصنعها. أنا بدافع عن الفريق بتاعي. يا سلام. أستاذ إسماعيل أحكي لنا عن يعني كيف بديتوا حياتكم في الحي مع كرة القدم، بعدها انتقلتوا إلى الصحافة يعني سيدة الجلالة، والآن من ألمع الأقلام الصحفية صراحة في الساحة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أبي أستعين حقيقة واحد سعيد جدا محمد يوسف معزة إنه يكون في وجود قامة إعلامية أستاذنا الدكتور محي الدين تيتاوي، وجمعتني به المدينة زي ما قلت مدينة الصحافة. نعم. جمعتني به مهنة الصحافة. كان بتاعت مشاكل لا ما يستطيع أن يكون، لأنه كان هو الفتوة بتاع فريقنا، كنا بنلعب في فريق واحد. فريق اسمه المجد في مربع 24 في الصحافة، وكان الجناح بتاعنا، ونحن كنا بنلعب في الوسط بنصنع له، فكان مشهور بمضرب قوي يشوت الكوره مش جواب عجله يعني. ما شاء الله. اضف الى ذلك اذا الحكم ظلم الفريق الشكل دورت، اذا لاعب من خصم ضرب لاعب من فريق المجد الشكل دورت. مره برضو نحن هو كان ما لاعب معنا قسم عنه، والله نحن ضربنا ودقونا وشنو، فمشى يا جماعه الفريق الخصم في حلته، مشى لهم شايل عنده عصايه كده، مشى لهم سمعهم ما سمعهم من شتايم، وقال لهم والله ثاني انا ما في واحد اسمع انه واحد ضرب واحد من لعيبتنا ديل ما يلوم الا نفسه. يا سلام. والله فعلا كان يعني كان ما شاء الله. نعم. فغير كده طبعا زول اجتماعي، واسرته كلها كانت اسره رياضيه. انا سيتاوي طبعا معروفين يعني اسره معروفه وعريقه، وكان اخوه شقيقه برضه كان رئيس الفريق بتاعنا. اضف الى ذلك في مجال الصحافه طبعا خرج أجيال. خرج اشياء. أيوة الاجيال. نعم. وفي يعني عدد من الدكاتره يتخرجوا على يده، وكان هو اللي بيناقش رسالاته على راسه طبعا اخونا مزمل ابو قاسم. صحيح. اخونا بابكر مهدي الشريف. يا سلام. وعدد من الاسئله حنجي لكل التفاصيل. نعم. معه، لكن دكتور محي الدين لاسترجاع بعض من الذكريات معك، وحتى ذكريات الطفوله من خلال انه دخولك لعالم سيد البلد اللون الازرق. نعم. وكتاباتك ودفاعك وتاسيسك
لكثير من المؤسسات والنوافذ اللي خدمت سيدة البلد، كلمنا عنها أكثر. نعم والله شوف يعني أنا قصتي مع سيدة البلد طويلة جدا أساسية، يعني تقول مخلوقة معي الله. نعم لأنه مما أنا صغير والناس بيتزاملوا كده القمرة والنجمة وبتاع، ما أختار النجمة دي أصلا. يعني أتزامل مع واحد أقول له أنا الهلال. نعم. وإنت النجمة. نعم. ونمشي عشان يختار واحد من أنا لواحد من التيبين. قبل ما أشوف، قبل ما أعرف إنه القمرة دي الهلال يعني. نعم. وما عرفت الهلال ده إلا بعد ما كبرتها و... يا سلام. دخلت المتوسطة ومشيت بورسودان عرفت إنه الهلال ده تيم والمريخ تيم تاني والنجمة دي مريخ تيم تاني. سبحان الله. وبالتالي العشق ده كبر معي فأصبحت يعني أحب الهلال حب شديد جدا جدا، يعني كتبت أقول يا إسماعيل كروزيتا وسمعنا بنقط نقط النحاس قول كان معزلنا طبعا وعايز يقولها كان معزي بس قال لي يقول انت لانه كان معزي من الرخاب عذاب شديد بالكتابة نعم. وكان عنده اسلوب استفزازي شديد ويمكن هو من اطلق على استاذ المريخ طبعا كان لما حفروا تحت تحت الارض وطبعا ده النظام العالمي هو لا عكس الآية وسموه حفرة النحاس وكانت شائعة وماشية في على استاد المريخ حفرة النحاس حفرة النحاس لغاية قريب ده نعم. فكان صاحب قلم ساخر حقيقة يعني لكن كان هلالي صعب نعم. هلالي صعب الكرة في كاس الذهب اتلعبت في استاد المريخ والهلال شال الكاس نعم. فأنا قمت كتبت بأسلوب ساخر عن المهندس عز الدين والمهندس علي جاجرين يا سلام وما عارف كذا 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 العنوان كتبته التنقيب عن الذهب في حفرة النحاس يعني والمقصود كان استاد المريخ يعني بحفرة استاد المريخ النحاس استاد المريخ تألموا جدا في ناس كتار جدا زعلوا من الحكاية دي لكن يعني الكلام كان سخرية يعني زمان صحيح انا بكتب كده ويرد علي بدر الدين ابو الرفاس يرد علي بكتابات عاملين زي توم وجيري ايوه بيردوا ديل بيردوا طوال يعني كان يعني مشاكسات مناكفات نعم واغلب اصدقائك من المريخ صحيح؟ صحيح لكن يا دكتور يعني منو من الكتاب الصحفيين اللي كنتوا بتتجاروا في 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 بعض من الكتابات يعني مش بقول انك بتخاف منه او حتى في منو بتحس انه هو رده هو كان اصعب منك وانت بكره حترد رد اصعب منو اللي كان مناكف ومجاري بالنسبه لكتاباتك من الند التقليد المريخ والله بيشوف في الكتابات ما كان في زول بيجاريني في الكتابه لكن كان في ناس بيشاكلوني يعني في اداريين في اداريين كويسين يعني بيضحكوا ناس الشايقي الشايقي بيجينا في الايام ويناكف وكذا وبدر الدين ابو رفاز بيناكف وكذا لكن زي الله يرحمه الفاتح المقبول شاكلني يعني كيف تكتب كذا جابت لك مشاكل ايوه نعم. كيف تكتب كذا قلت له انا قاعد اقول لك انت كيف تمشي كذا ما انا قاعد اكتب زي ما الله وراني اكتب وانت بتمشي زي ما الله وراك تمشي نعم يعني كتاب سوري الكتاب ما بتوري الكتابه حتى في ناس الهلال مرة انتقدت الإدارة في جريدة الهلال إيه؟ اللي هي الهلال اللي أسستها أنا سنة 78 ما شاء الله عليه فسكرتير الهلال وأنا طالع وسط جماهير من الاستاد بطول حسه قال لي يا تيتاوي إيه الكلام الفارغ اللي أنت كاتبه ده مسكته قلت له اسمع أنا ما عندي كلام فارغ بكتبه إذا أنت عندك كلام ناديني في مجلس الإدارة هناك قدام الأعضاء نهزرني وليه الكلام الكذب ده انا بشرح لك انت ما فهمت كلامي نعم طبعا من الطرائف نعم هو طبعا كان هو وطلحه صالح الشبيع وسلطان طلحه الشبيع كان بيراكبوا من الرخاف كثير صعب والله كان صعب شديد لا ده غيره فايده زي ما بقول نعم فمره المريخ غلب الهلال ومشوا لهم في في جريده جماهير المريخ طبعا سعيده ومنتشيه بالانتصار فقاموا يهتفوا دخلت بوين يا صالح الشين دخلت بوين يا صالح الشين شوف انا اوريك شوف الروح زمان كانت كيف يا سلام فجاء صالح طالع لهم استاذنا صالح الشين
فقام قال لهم يا جماعه انا مقتنع، انا مقتنع على شيء امشي اخذ عليه مع حديد الذهب. هو ما مقتنع بالانتصار اصلا، هو لانه قال لك 200 بس ما بيحترم الهلال. طيب استاذ اسماعيل، على يعني على ذكر المريخ، مالكم يا كتاب المريخ مع ادم سوداكال برغم انه هو شغال وعنده انجازات الى الان، فشنو الحرب ضده يعني؟ والله انت مسيتي زي ما بيقول وتر حساس في استاذنا او دكتورنا. طيب. محدين تساوي لانه يمكن هو من اوائل الناس اللي كان بيتصلوا بي بيسالني سؤالك ده. طيب. وبتكلم لي عن سوداكال، وهسه حتى احنا من داخلين قبل ما نخش الحلقه فقام قال لي انا ما حخلي سوداكال، انا حاتكلم سوداكال. قلت له هذا نحن هسه ماشيين في حاجه تخص الصحافه والصحافه البلد والصحافه المهنه. نعم. فكويس انك سالتني السؤال ده. والله نحن كتاب المريخ ما عندنا علاقه، ما عندنا شغل يعني، ما عندنا زي ما تقولوا مقصد مع سوداكال. طيب. كله هو الرئيس نادي المريخ، الجانب ده نحن بنستهدف بنكتب عنه وعن سلبياته وعن اخطائه. للاسف الشيء اللي عندنا في السودان عموما ما في ثقافه الاعتراف بالاخطاء دي ما عندنا. وثقافه تقديم الاستقاله في حاله الفشل ما عندنا. ادب الاستقاله. ايوه ادب الاستقاله. لا. ما عندنا الكلام ده كله. فنحن ككتاب بنحاول نستنفر او نحس سوداكال على انه يعني طالما في اجماع او شيء في اجماع بانه هو فشل في اداره نادي المريخ يتنحى ويدي فرصه لغيره وممكن يدخل انتخابات ثانيه لو حبه. ايوه صحيح. بكل الكلام اللي كنا بنقوله اليوم. كمل دورته انتهت من اكتوبر الماضي. يعني ما كان منتخب دي خلاص دي اسوانه وانتهت هاي دي معنى. فهو كان بيرفض. هنا بنعترف له يا ما عدد من الصحفيين اعترفوا له بانك انت والله في فتره ما تقدمت وكنت هرب الرجال وجيت ودقيت صدرك وحاولت تخدم ولكن للاسف الشديد ما توفقت مع زملائك. فنحن بنقدر لك اللي قدمته وحافظ لك الجميل والى اخره. ما اكثر ولا اقل، لكن للاسف الشديد سوداكال مصر على انه يبقى في رئاسه المريخ رغم انف الجماهير. نكايه في الشخصيات، انا بقولها بالفم المليان نكايه في اشخاص يعني يحرق المريخ ما مشكله، بس المهم هو ينتصر على هؤلاء الاشخاص. تمام. دكتور تيتاوي، يعني بينما هم مع رئيس نادي المريخ سوداكال، وارجع بك للوراء شويه، ذكرياتك مع زعيم امه الهلال الزعيم الاستاذ الطيب عبد الله. نعم. واول لقاء كان ليك وطبعا ادبيات الهلال ويمكن احترام الهلال وتقدير لرئيس وزعيم لرئيس نادي التربيه الوطنيه هلال الملايين، كيف كان اللقاء واول لقاء معك وجريت الهلال ايضا؟ والله انا يعني تعرفت على الطيب عبد الله الله يرحمه في من خلال معارك بين اجنحه الهلال. كان في اجنحه الهلال يتقسم الى اجنحه كما المريخ؟ نعم كما المريخ؟ لا ما كما المريخ، كما المريخ ده عنيف ده زي لعبهم. هو ده كان سموس لكن برضه كان صراع بين اجنحه. يعني هو كان بيقود جناح اسمه الهلال الصدارة، وعبد المجيد منصور الله يرحمه كان بيقود جناح اسمه الهلال للجميع. يعني ما له فئة معينة. فأنا في الحقيقة انحسها للجميع، لأنه يعني الجميع ده بيشملني أنا، زول جاي من الأقاليم يعني ما من أولاد الخرطوم عشان يضموني ناس الخرطوم ديل. ف رغم ذلك العلاقة كانت كويسة جدا معي. نعم. لدرجة انه يعني كان في حملة شديدة جدا عليه، شعرت بانه الرجل ده عايز يخدم الهلال لكن الحملات كثيرة عليه. فرحت له مرة قلت له يا رئيس انا اديك هاي الفكرة، انت تعمل جريدة، الجريده دي بتدافع عنك وعن المجموعه بتاعتك. قال لي بتعملها انت؟ قلت له بعملها انا. قال لي انت في جناح ثاني؟ قلت له انا صحفي. قلت له انا صحفي وهلالي، بعمل جريده تدافع عن الهلال، وبما انك انت بتدافع عن الهلال وانت زعيم امه الهلال فخلاص يبقى يعني الموضوع ماشي، يعني ما في حرج. فوافق واسسنا جريده الهلال. كان سنه كم؟ سنه 78. 78
نعم نعم بدون امكانيات وبدون اي حاجه. كانت جريده وجد لفتره طويله جدا بس في الاونه الاخيره اهملوها يعني. نعم. فالطيب عبد الله والله اداري فز زول يعني ما بيصير انه هو غضبان منك و عنده دبلوماسيه كثيره جدا جدا مع الكلام مع الناس يعني. لانه رئيس نادي الهلال. نعم. يعني كل ممره على راس نادي الهلال ولما هو ينضم تحت لواء الازرق يكفي فخرا وعزا انه هو هلالابي. أيوة. وادبيات الهلال. شكرا. كتر خيرك. طيب يعني دكتور تيتاوي على ذكر الصحافه وحاليا ما وصلت اليه الصحافه، يعني الصحافه الورقيه اصبحت ما زي زمان بصراحه، يعني أثرت عليها تأثير كبير جدا السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هي أصبحت بتوصل المعلومة أسرع. خلينا نتكلم عن التأثير الممكن حصل للصحافة الورقية والتراجع الكبير فيها للقراء خصوصا يعني. والله يشوف هسا ما في معايير أو مقاييس محددة توري على إنه الصحافة الإلكترونية يعني متفوقة على الصحافة الورقية. جميل. لكن هي منتشرة في حدود الناس اللي عندهم معرفة بالتغنية وعندهم أجهزة وعندهم كهرباء، وكهرباء دي مهمة جدا جدا. نعم. وعندهم كهرباء ويعني بيتابعوا الأخبار باستمرار. صحيح. الصحافة الإلكترونية ميزتها أن أنا أجيب الخبر الآن. نعم. أقول مثلا وصل مدرب الهلال البرتغالي إلى مطار الخرطوم. نعم. وصل. صحيح. ثم ماذا بعد؟ بعد نص ساعة أقول إنه والله استقبل رئيس الهلال في النادي تاني خبر إضافة للخبر ذاك، وبعد شوية زار الإستاد وقابل اللاعبين. ده في الصحافة الإلكترونية. لكن في الصحافة الورقية أنا أقول وصل. مؤكد. صحيح. صح. لأن الوقت ما بيسمح ولا النظام طبيعة المطابع بتسمح إنك أنت تغير في الأخبار بتاعت الجريدة بين الحين والآخر يعني. صحيح. صحيح. فصحيح بمرور الزمن وبتطورنا نحن في مجال التغانة ومجال الكهرباء الصحافة الإلكترونية حتفوز. شايفك مركز على الكهرباء لأنه قبل كده في واحد من الأندية تقريبا الكهرباء كانت 0-0 العداد. صحيح. العداد كان 0-0 مش كده؟ لا هي الكهرباء دي أصبحت مشكلة كبيرة جدا في الاستداد عموما يا محمد. بالمناسبة يعني مرة قطعت في استاد المريخ والأسبوع الفات في استاد الهلال في وجود تقريبا يا أستاذ إسماعيل وفد من الفيفا أو من الاتحاد الإفريقي هم جوا عشان يعاينوا. لكن في فرق بين إنه الكهرباء تقطع في البيت إنه قطع عام، فرق بين يعني إنه أمكن العداد وشوف 0-0 مشكلة كبيرة. نعم. كانت فرق بين إنه الكهرباء تقطع عامة في البيت، فرق بين إنه ألقى العداد خلصت الكهرباء، في فريق. صحيح. والعامة بتجي أسرع. لا أنا أقول المشكلة السؤال بتاعي مشاكل العالم التالت مع التغنية كبيرة كثيرة جدا. مشكلة. صحيح. صحيح. كثيرة كده ركزنا على الكهرباء. نعم. تفضل أستاذ إسماعيل. بالنسبة للسؤال بتاعي. تفضل موضوع الصحافة. وطبعاً الآن في اعتقاد سائد بأنه الصحافة الإلكترونية أثرت على الصحافة الورقية. نعم. أنا عايز أؤكد بأنه الصحافة الإلكترونية لا يمكن أن تؤثر على الصحافة الورقية. الصحافة الورقية أثر عليها النهج اللي ماشي به الآن. نعم. الصحافة الورقية أثر عليها بأنها أصبحت متاحة لي من هب ودب. الصحافة الورقية يعني أثرت عليها التناول بتاع الفطير، عدم يعني تغارير تحقيقات وإلى آخره. نعم. أضف إلى ذلك الأسلوب الرخيص اللي بتكتبه بعض الأقلام زي نفرت الناس من القراءة. يعني نعم. أنا ما بقول ما تشرف الواحد يشتري جريدة عشان يشيل يمشي بها البيت على الإطلاق. ده السبب الرئيسي في انه الصحافه الورقيه يعني تنهار. اضف الى ذلك الظروف الاقتصاديه. يعني الان الصحيفه في المكتبه ب 90 جنيه. 90 يعني 100 خلاص. نعم. ويس 100 جنيه انا عشان اشيل لي جريده مستحيل اشيل معها واحده ثانيه. صح. واحده صعب بس. حتى لو شلت واحده. نعم. فبالتالي زمان الناس كانت تشتري 3-4-5 جرائد بيشتريها، لكن الان بقص. فالظروف الاقتصاديه برضو لعبت دور. لكن الصحافه الالكترونيه الان انا بقول لك يمكن معلش مع الاعتزال عدد من المواقع والأسافير بقت يعني أسوأ من الصحافة الورقية. نعم. صحيح. لأنه تأثير زي ما هو قال منتشر أكثر،
دقة تأثيرة كمان ولكن لا حتى نكون في 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 لب الحقيقة أستاذ إسماعيل، عدد كبير من كتاب الأعمدة في الصحافة الورقية انتقلوا وأصبحوا حصريا على الصحافة الإلكترونية، أصبحوا موجودين لا. الآن ما لا وجود لهم في الصحافة الورقية، من الصحافة الورقية بنقول الأعمدة بتاعت الكتاب بتاع الصحافة الورقية هم أساسا بنقولها فيه. أنا بتكلم بالنسبة للأخبار يا طبعا أصلا بتشد أو القراء للشراء هي الأخبار صحيح. ما الأعمدة الأعمدة ممكن تقلقيه المصداقية في الصحافة الورقية المصداقية في الصحافة الورقية عشان كده أنا بقول لك أنه أنا الآن الصحافة الورقية عشان كمان شافت أنها بقت واسعة الانتشار بدأ أي واحد نفس الحصل للصحافة الورقية إنه الصحافة الورقية لما كانت واسعة الانتشار أي واحد بيجي داري بقى صحافي طيب. ودو عمود دقيقة بس معلش ودو عمود وما عارف شنو يكتب وقاطة الحكاية الآن في الصحافة الإلكترونية نفس الحكاية لأن بقت واسعة الانتشار أي واحد ماشي يكتب فيها ويعمل له عمود وصورة وهنا ويكتب غير النوع الناس العقد النفسية وهنا يكتبوا أخبار صحيح. ما صحيحة صحيح. يكتبوا ناس حيين يكذبوا عن شخصيات يعني أنا جايك للنقطة دي وحنناقشها وحنقف فيها لازم دكتور تيتاوي يعني حتى زي ما قال وتفضل أستاذ إسماعيل شكل الكتابة الصحفية عما كان في الأمس في الصحافة وشكل الكتابة والأسلوب الآن اللي بيكتب في الصحافة الورقية زي ما قال أستاذ إسماعيل يعني مرات الواحد يخجل يشيل صحيفة يوديها البيت وناس البيت يطلعون بعض من الكلمات والجبل والعبارات المبتذلة موجودة على مستوى الصحافة شكل الكتابة الصحفية ما بين الأمس واليوم والله شوف كل ما نمشي لقدام كل ما المسألة بتفك باللغة لغة الكورة باللغة الكورة بتفك في الصحافة في معايير الكتابة وفي ضوابط صحيح وفي ضباط قاعدين حارسين الصحيفة دي لما تكتب المادة في مراجعتها في المحرر المحرر الأول رئيس القسم مدير التحرير رئيس التحرير ديل كلهم لازم عليهم. يمروا على المادة دي يتأكدوا منها يتأكدوا من سلامة اللغة يتأكدوا من سلامة الخلو من الاعتداءات القانونية يتأكدوا من الاعتبارات الثانية الآن في نص الخبر تلقى مكتوب أنقر للمزيب وهذا شيء طلعته في بعض من الصحف الورقية حكاية كوبي بيست أيوة موجودة كثير جدا أنا هذا شيء طلعته في بعض من الصحف الورقية في الخرطوم فإذا كان بتمر على كل هذه الأقسام لماذا أنه صحفي ينقل خبر من أي من المواقع وبدون ما ينقي هذا الخبر كوبي بيست للمواقع قال لك زمان كان كده هسه ما في كده حاليا ما في إيه؟ نعم هسه ما يمكن لدواعي اقتصادية لدواعي تعليمية في ناس متعلمين ودارسين صحافة ودارسين لغة عربية بيفوتوا الحاجات دي ما بيعرفوها طيب ده مش ما يعني هل أحدثت خلل حقيقي في موضوع في كتابات الصحفية نفسها يعني زمان ما أي زول بدوه يكتب عمود على الإطلاق في يعني تقريبا في زمن معين أنت لازم في حاجات أنت لازم تدرسها وتتخطاها بعدها حتى يسمح لك بأنك أنت تكون صاحب عمود لكن حاليا ما أظن الحاجة دي أصبحت موجودة نعم خلينا نتكلم عن الخلل اللي حصل حاليا في مكتوب الكتابات الصحفية الخلل اللي حصل حاليا حصل فلو من الناس نحو الصحابة نعم والناس ديل فيهم كثيرين جدا ما مؤهلين لكن عايزين يلقوا متكأ في مجال الصحافة ده لأنه ما عندهم حل تاني يمثلوه صحيح ما عندهم حل نعم فبيكتبوا كما يتراءى لهم بيكتبوا كما يتراءى لهم نعم بدون ضوابط لغوية بدون ضوابط قانونية بدون ضوابط اجتماعية يعني ركت وساكت يعني في آية قرآنية قولوا حسنا أنا باقي الآية ما حافظ الباقي لكن هي حسنا بيقروها في الإذاعة قولوا حسنا كل الناس الإذاعة بمستوياتهم المختلفة ما في تصحيح ما في تصحيح الزول الناس اللي بيقولوا زي ما عارفين نعم يقولوها حسنا نعم شفت كيف؟ فعلى مختلف المستويات الخطأ ده موجود يعني موجود نعم بعدين الزول عايز يبقى صحفي ولازم يقرأ لغة صحيح لازم يقرأ لغة لأنه أنت بدون لغة ما بتقدر تعبر عن الموضوع اللي أنت عايز تعبر عنه صحيح ربنا يسلم يا دكتور تيتاوي أستاذ إسماعيل جمهور المريخ جمهور راقي جدا
وبحب انه يحضر يتفرج اذا كان على التمارين على بعض من المباريات. هل يمكن ان نقول انه المحاصصه الاداريه الإدارة أقحمت الجمهور في بعض يحضر إلى المدرجات ويتابع تمارين الفريق والبعض الآخر لا لأنه موالي إلى الإدارة والبعض الآخر غير موالي ممنوع من دخول الإستاد وكما سماها دكتور تتاوي نقطة نقطة النحاس؟ لك ما تشاء أبدا لأنه عشان دكتور تتاوي هو يفهم السؤال جيدا أحول لك إذا كان هو تكلم عن أنت سؤال لأستاذ إسماعيل بصورة كما يكتب تتاوي يعني ليه بتدخلوا المشاكل الإدارية حتى على مستوى الجماهير يعني ما لهم علاقة بمشاكل الإدارة الجماهير فبقت الحكاية محاصصة يعني هي غير محاصصة هي كده وقعت هو زي ما قال لأنه زي ما قال خاشين الصحافة ساكت يعني أصلا هم خاشينها بفهم ما عنده علاقة بالمهنة بعدين يعني برضو ممكن تحسب الرد على سؤالك لأنه بخش الصحافة بالمقلوب يعني إيه؟ حاجة غريبة إنك أنت تبدأ بعمود إيه؟ ما في الصحافة بتبدأ بعمود إيه؟ وإذا بدأت بعمود ما حتمشي على الإطلاق أنا يمكن رويت قبل كده قصة بأنه كان واحد من جامعة الخرطوم يا ما حكيت قصة قراية بس لكن حتى فهم يعني جاني قال سنة ثانية جامعة الخرطوم إعلام وعايز أبدأ معاكم في جديدة وكده قلت له أبشر يا أخو نحن بنبحث عنكم أنتم أصلا جميل. ناس التأهيل فجاني اخذ اليوم الاول اليوم الثاني شايل لي ورقه مكتوبه وصورته هنا مدبسه في دباسه ليش نقول لي دعم قلت له يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم انت لسه هذا بدك تبدا فانا بدي اقول عشان خشوا صحافه بالمقلوب الان يعني ما هم انا ما اعرف الناس بيقولوا عليهم صحفيين هم ما صحفيين بس المحصصات بتاع عندك ديل ما صحفيين ما بتعني ديل الناس لا ديل الناس مدفوعين الغيمه او بمعنى يعني مش مدفوعين الغيمه بمعنى برشوه لا يعني الناس بياخذوا مرتبات في 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 صحف معينه في ما في يعني وقت الابتسام الالكترونيه كويس على اساس انك ما هو عارف وعارف انه عارف غلطها وانت ذاتك عارف من سؤالك ده عارف كويس النازل يعني حقيقه اساءوا للمهنه حقيقه يعني النوع اللي بيكتب لاداري وتلقى ما عنده شغله غير الاداري فلاني الفلاني وما بيكتب للكيان كان في المريخ كان في الهلال كان في اي نادي اخر صحيح انت بتكتب لشخصيه اداريه على وما بتجيب خبر الكيان ما وضع الحساب الكيان انت ما صحفي عندك علاقه بالمهنه انت زول بتخدم في شخص نعم واحيانا حتى الكتابات نفسها هي تضر الكيان بالمناسبه واحيانا يكون في كتابات تؤثر على اللاعبين تاثير سلبي جدا هو يكون في تضخيم وتضخيم للاعب وينعكس بطريقه سلبيه على اداء اللاعب داخل الملعب واحيانا بيدمروا لك اداريين مضاف نعم بيرغموهم على انه يبعد عن الوسط الرياضي ابتعدوا شخصيات كوادر يعني تملك الكفاءه طيب ننظفه كيف ننظف الوسط الصحفي ده ننظف الوسط الصحفي كيف اول حاجه يجب على مجلس الصحافه ان يطلع بمسؤوليه تجاه الصحافه الرياضيه جميل او الصحافه عموما يجب تكون في رغبه كان في رغبه زمان يمكن زي ما قال لك غير الرغبه الداخليه في الصحيفه انه الماده بتمر عبر عده قنوات مجلس الصحافه الان اي اسلوب جارح او دخول للبيوت او هتك الاعراض او اساءات شخصيه او نعم. شتائم نعم تصفيه حسابات تكون في عقوبات نعم تكون في عقوبات ولكن في الغصاص حياتنا أولي إلى الباب صحيح. إنت تكون في غصاص يكون في انضباط يكون في صحافة لكن إنت تارك الحبل على الغارب لمن صحيح يشاء يكتب زي ما دار لازم تكون صحافة ربنا يلطف بينا وإن شاء الله أنه يعدل من وضع الصحافة دكتور تتاوي دلوني على السبيل وأكيد ليك وبعض من الأعمدة اللي أنت كتبتها مش حقول لك أنه عمود في الذاكرة لكن بعض من العبارات يعني عمود أنت كتبته لموقف ما هزاك أو حتى اهتزت مشاعرك لقصة لمشهد لموضوع معين إذا كان في الهلال أو حتى في المريخ يعني عمود كتاباته أحرفه واسم العمود لا ينسى أبدا غير عفرة النحاس غيره أيوة شكله ده العالق بالذاكرة ده العالق بالذاكرة لحد الآن وذاكرة جماعة ذاته ما ناسينه نعم لا يوجد عمود كامل المدرجات طبعا في عمود كامل المدرجات انا كنت اكتب المدرجات ايوه نعم و لاعبين الهلال والمريخ زمان كان المباراه سخنه جدا يعني ايه انا قمت كتبت مقال قلت الليله الهلال هيمسح المريخ بالارض والكوره في استاد المريخ نعم انا قلت ما امشي استاد المريخ وقفت عربيتي جنب الأيام
في نص الخرطوم يعني. نعم. فتحت الراديو وقعدتها يذيعوا، المذيع شغال بتاع كده، الكرة انتهت 2-1 2 للهلال طبعا، للمريخ. طيب كويس متذكر. دورت عربيتي مشيت بيتنا. تعرف جات مظاهرة بالطالب براسي أنا في الجريدة هناك في الأيام. الأيام مكتوب الأيام كان في وسط الخرطوم. نعم. راسي تاج مطلب شعبي. جاي من استاد المريخ لحد جريدة الأيام. نعم. مخصوص عشانك. راسي تاوي مطلب شعبي. والقائد قائدي ودخلتي أنا. هي والله. نعم. ودخلتي أنا تاني وقال لي والله لو لقيناك كنا كتبنا هيك راسك. يا لطيف. هي دي يعني فعلا تحس انه الكتابات كانت مؤثره وممكن هي تقلب الراي العام، حتى عتابهم بحب. نعم يعني حاجه بحب ممكن تقلب الراي العام في دقيقه بخطه قلم، لكن تقريبا الحال تغير حاليا. نعم. تسمعي عندنا واحد من الرخابي متعصب جدا قريبنا من الرخابي، اصلا طوال بيكبر في المريخ ده يعني. نعم. خاشين في كوره اثنين مش شكلين، واحد تلالك واحد من الرخابي مشكلين، هو مش خشة في نصهم مشكلين. ليه المرخابي قال زودة قال لي كده، وانت انا ايوه قلت له كده، قال له انت شنو؟ قال انا من الرخابي. وانت شنو في الالابي؟ قال له غلطان. الموضوع انطباع. شكرا. اكيد الموضوع انطباع كان. لا طالما انت هلالي غلطان غلطان. اكيد سعيدنا بك جدا اليوم دكتور محي الدين تيتاوي، واكيد موعدين كمان في قناه الهلال حيكون معك في سهره. ايه؟ ان شاء الله سهره خاصه حتكون معك يا دكتور لاكرار بعض من الذكريات. أيوه. لانه لدينا كثير من المحاور ما تعرفنا عليها، ولا حتى انه طرحنا عليك بعض من الاسئله لضيق الزمن والمساحه، لكن ان شاء الله حيكون سهره كامله حتكون معك ولبعض من الذكريات والمواقف. ولازم نستعين بأستاذ إسماعيل لأنه هو يعني الرفيق في كل الأشياء اللي حصلت. رفيق دربه. أيوة. الله يمتعك بالصحة والسلامة والعافية دكتور تيتاوي. شكرا. صحة وسلامة لك إن شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا لك جزيلا أستاذ إسماعيل حسن، نورتنا أكيد، ودائما أنت من الكتابات المعتدلة ونحن دائما بنفتخر بك. شكرا جزيلا. العافية كتر خيرك معزة وكتر خير محمد. بتمنى من الرخاب اللي هم بيشكلوا بالنسبة لأصحاب يعني. أيوة. جميل. شكرا شكرا لكم نورتونا. والله أنا مبسوط وياكم. نعم. ممكن مع بعزة يعني صراحة وردتين اثنين. أستاذ إسماعيل فاكهة الصحافة السودانية. صحيح. خاصة الرياضية دكتور تيتاوي بنعد مشاهدين حيكون معنا من خلال قناة الهلال في سهرة خاصة نوثق لهذا الرجل لكتاباته ولأسلوب الحكي والمؤانسة، حتى من خلال أنه كتاباته الصحفية. هو عاشق لسيد البلد، هو من أسس جريدة الهلال، هو من له ذكريات وحكايات مع زعيم أمة الهلال الطيب عبدالله. نهديه هذا اللحن هلالاب طول العمر لك معزة ولي دكتور تيتاوي. أستاذ إسماعيل ما معنا؟ أستاذ إسماعيل برضو مفروض إحنا نهديه. شكرا لك. شكرا لك اللحن دكتور تيتاوي. هلالاب نحن الكبار، هلالاب ولعنا نار، صعبين وقربنا حار.